يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يصود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يصود طقس مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفي ميالي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا في عدد من محافظات الجمهورية العظمى والصغرى. والبداية من القاهرة 35-27، الإسكندرية 33-25، مطروح 32-24، بورسعيد 33-26، والإسماعيلية 37-26، إلى السويس 37-27، العريش 34-25، طابة 37-27، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 40-30، إلى أسوان أو الأقصر 43-30، أسوان 43-31، الوادي الجديد 44-28، شلاتين 40-31، وحلايب 37-30. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.